شانتي، صباحكم ولا فين؟ شانتي، أهلا بكم جميعا. Before we start, we'll spend a وقبل أن minute نبدأ silence سوف نبقي in prayer. نقضي بعض اللحظات في صمت حتى يكون الله معنا. أم شانتي، أم so شنتي، welcome all of you أهلا to بكم the جميعا 22nd في الحلقة رقم 22 حول النجاح. ونحن محظوظين بأن لدينا اليوم الأخ برج موهان معنا. مفروض نتقابل يوم السبت مثل ما تعودنا، ولكن مسرحية الحياة تغيرت، ونحن محظوظين بأن التغيير كان مضبوط، لأن الآن أضفنا مترجم للغة الصينية واللغة الأخرى. وجميعكم يعرف بأننا نحتفل، نحن أنهينا احتفال 10 أيام النجاح، ولذلك نحن أخذنا قيمة النجاح لأن له مرتبط بالنجاح بقصة من القصص الروحية. وأخ برج موهان ناجح ليس فقط في إدارة براهما كوماريس، ولكن أيضا في حياته في الروحية. وقبل أن نذهب إلى التعريف الرسمي، سوف أطلب فريق فانكوفر أن يرحبوا بالأخ برج موهان. It will be our very dear brother Eric, the national coordinator of Canada, welcoming brother Brij أهلا، Mohan. نحن نرحب بالأخ برج موهان، هذا شرف لنا، وبالتالي نطلب من الأخ إريك أن يرحب بالأخ برج موهان. تحيات كل واحد، وتحية خاصة ومشمسة من كندا. أعرف بأن هذا لقاء عبر وسيلة التواصلات لأنحاء مختلفة من العالم، وسوف يكون هناك إعلانات رسمية، ولكن يرجى استخدام الترجمات الموجودة. هناك عدة ترجمات، تستطيعون أن تختارون ترجمتكم. برج موهان، نحن سعداء بأن نرحب بك. أعرف بأنه عالم اجتماع عالمي، ولكن هنا لدينا جذور في كندا، وذلك نحن نرحب بك في هذه الدولة الجميلة. واليوم أنا خرجت خارج المبنى، اجتماع السبت مختلف، ولكن اليوم يوم الاثنين لدي لحظة خاصة. لا أعرف إذا كنتم ترون ورائي، ولكن هناك 4 أنشطة تجري ورائي. وعادة عندما نرحب بالناس الكبار نرحب بهم بالورود، ولكن أنا لدي مفاجأة لك، لدي شيء خاص لأرحب بك. هذه كرة تنس، It's very different هذه from مختلفة جدا عن وردة. لماذا أنا أجلب لك كرة التنس؟ لأني أنا أنهيت درس التنس الآن مع معلمي، وكان لدي ممارسة تنس، لا زلت أنا بحذاء الجري والشورت. ترى وراي الشخص يلعب التنس، وأنا شعرت بأن هذا مرتبط بالنجاح. لا أعرف إذا كان أحد
ممكن ما تلعبهم الكرة بطريقة فيزيائية، ولكن النجاح أجده بأنه بعد جيد بأن كل واحد يستخدمه بطريقة مختلفة. ماذا لو أنا استخدمت الكرة، ماذا سوف أعرف؟ كيف أعرف النجاح ككائن روحي؟ كيف أعرف النجاح الذي قد يكون شيء مختلف تماماً؟ وذلك أن أتطلع إلى الاستماع إلى بعض التبصر منك، ليس فقط النجاح الروحاني، ولكن من يعرف قد يكون أيضا من جانب التنس. أنا مشتاق لأن أسمع الانتصار في التنس يبدأ بالعقل. سوف يتم تعريفك بطريقة جيدة، ولكن أستطيع أن أشارك بأن أنا رأيتك من أكثر من 35 عام. India many many times and الهند عدة مرات. وبالنسبة لي أنا في جسم رجل في منظمة حيث هناك الكثير من الأرواح في أجسام أنثى، وبالتالي بالنسبة لنا نحن ذوي الأجسام للذكور نتطلع قدما عندما نذهب إلى الغابة، نود أحد يفتح المسار لنا. وأنا سمعت في عدة مرات لدروسك وقرأت كتبك، ووجدت بأنه بعدة طرق أحيانا أنت تساعدنا بأن نفهم كثير من جوانب الحياة، ليس فقط على المستوى الروحاني ولكن على بطريقة عملية أيضا. وبالتالي أنا أرحب في هذه المحاضرة عن النجاح. نعم، نستطيع أن نلعب التنس بطريقة عبر الأثير. وأيضا جلبت لك وردة لأن احنا في كندا، وهذه رائحتها جميلة جدا، إنها وردة بيضاء هي من قلب جميع العائلة الكندية. نرحبك ونقدر وقتك ونتمنى لك ساعة مريحة في هذا العرض، وشكرا لك لمشاركتنا مفاتيح النجاح. نراك الأخ برجمهان. شكرا أخ إريك، وردة جميلة وطريقة مبدعة بالترحيب بالأخ برجمهان. قبل أن أحول موضوع للأخ برجمهان، هو لا يحتاج تعريف، ولكن هناك بعض الأرواح الجديدة، وبالتالي نحن نعرفك. عرفت الأخ برجمهان من معتكف أم شنتي، وأستطيع أن أقول بأنه نستطيع الوصول إليه مع أنه في منصب رئيسي، لا تستطيع أن تتكلم معه من غير موعد، إنه دائما متوفر، وهو متحدث محفز وكاتب ومذيع، وهو أيضا عرف عنه عن تقديم الحقائق الروحية العميقة بطريقة مرحة. مثل هناك النكت المرحة التي ليس فقط من أجل النكتة، ولكن هناك عمق روحاني. هو يتمتع بالكثير من المناصب، وهو رئيس في منظمة براما كوماريز، وهو عضو في واحدة من مؤسسات اسمها إيبك، وهو سكرتير في مجتمع التعليم في المؤسسة، وهو السكرتير الرئيسي في مؤسسة راجيوغا للبحث، وهو رئيس جناح البوليتكنيكال، ومهم أن لا ننسى بأنه رئيس منطقة سون، وهو أيضا الناصح لمعتكف أم شنتي في دلهي، وهو لا يتعب من المناداة بالقيم، وهو أيضا له وظيفة أو منصب في استوديو، وقد أنتج الكثير من الأفلام حول أشياء عن الروحانية والمجتمعية. تعرفون هو محاسب chartered، ورحلته الروحية بدأت
في عام 1953 وعمل 17 عام في بنجاب في مؤسسة لها علاقة بالزراعة، وبعد ذلك في 73 خصص حياته للخدمة الروحية للبشرية. وأود أقول بعض الكلمات في طريقة الشعر. نحن لدينا المساعد المدير وهو لطيف ومتحرر. كلامه مليء بالأمور العملية، والذي يعلمنا ويذكرنا بأيام الجامعة. سوف ترون أن حديث الأخ مليء بالعزة والمهار والمرح. يخبرنا إذا أنت تريد النجاح عليك أن تبذل المجهود في الوصول، لأن شعارنا هو الانتصار، والفشل هو الماضي بالنسبة لنا. وبعض الكلمات حول موضوع النجاح. النجاح هو حقنا، واليوم حول كوننا ناجحين سوف يعطينا تبصر عميق، بحيث أن كل فعل يكون مليء بالقوة والتصرف الذي يساعدنا حتى نصارع مواطن ضعفنا بطريقة انتصارية. Right. When we start disciplining ourselves, wearing the seat. عندما نبدأ بتهذيب أنفسنا باستخدام حزام السلامة. طبعاً هاي كان شعر هو مألفنا. بهذا الآن أود أن أمرره للأخ برج موهن. Just do it as question answer session, or you wanted to speak first? هل تود أن تتحدث أو تود أن نأخذه في صورة أسئلة وأجوبة، أو تود أن تتكلم الأول لمدة ربع ساعة بعدين أسئلة وأجوبة؟ أولاً الأخ رجماء يتكلم. أود أن أشكر إريك باي لطريقته المبتكرة في الترحيب، وسوف أتحدث عن جانبين هو أظهرهم لي، وبعد ذلك سوف يكون طريقة أسئلة وإجابة. هذا أسهل لي، ولكن حتى أبدأ أخ إريك جلب إلى عقلي. أنا لم ألعب تنس، وهو راواني كرة التنس. أعتقد أن كل ألعاب الرياضة قريبة جداً لما تتوقعه منا الروحانية في حياتنا، ولذلك نسمى الروح الرياضية. وبالتالي الرياضة تلعب حتى تشجع تشجع اللاعبين على أن يكون لهم روح رياضية، أي أنهم يأخذون كل شيء بفخر. وأعتقد بأن الرياضة تبدأ بالحب وأنت أيضا تنتهي بالحب، وبين ذلك هناك الجانبين يحصلون على علاماتهم. وبالتالي Love All وهو مصدر كل السعادة، لأن يختفي كل المعارضة هنا. وأيضا تعرفون بأن الأخ إريك قد أظهر لي وردة وبابا في كثير من المقالات الروحية، الروح لديها رائحة الفضائل، وهذا ممكن أن يجذب الناس، الأرواح البعيدة التي ممكن لا تراها. مثل ما أن اللهب يجذب الحشرات، وبالتالي أي روح، أي وقت، أي مكان، إذا أصبحنا روحانيين تماماً، فقط روحانيين، ورأينا الآخرين أيضاً على أنهم أرواح، عند ذلك نجاحنا سوف
نجاحنا متكامل سوف يؤدي إلى انتصار الفضائل على الرذائل. والآن نحن نتحدث عن نجاح، والأخ منوج باي سوف يسألني بعض الأسئلة، وأنا أبدأ بأن أقول أربع كلمات، بأن عادة معنى النجاح هو عندما ننجح، عندما نكسب، عندما نكون انتصاريين ونشعر بأننا كسبنا شيئاً، وهذا يعني الجانب الآخر قد خسر شيئاً، والذي يعني نجاح الحق على الباطل. ولكن عندما بابا يقول كونوا مثل بابا كونوا مثلي، هذا يعني بأننا يجب أن نكون فوق ذلك. النجاح فإذا انتصار فوق النجاح والفشل، فوق الاحترام وعدم احترام، فوق المديح والخذلان. تعرفون بأن بابا فوق كل هذه الأشياء، لذلك الله يسمى الله. وبابا يقولنا في هذه المسرحية، مسرحية العالم، إذا رأيتم بأن كل شيء جيد، بأنكم فوق كل هذه الأشياء، عندها بدون أن تتأثروا بأي أحداث ومواقف، على الجانب الآخر نستطيع أن نؤثر على هذه الأشياء. وبالتالي بالنسبة لي أن أكون في الحق والخطأ، الانتصار والهزيمة، هذا سوف يؤدي إلى مشاكل أحياناً. قد نبدأ في التفكير لفترة قصيرة من الزمن، ولكن فوق ذلك في أي لعبة، في أي مسرحية، حيث يوجد هناك الكثير من الأشياء، يا أما الأعلى يا أما الأسفل، ولكن دائما يقال بأن انتصار الحق وانتهاء ما هو غير مرغوب فيه، وهذه هي اللعبة. بابا قد لعبنا، طلب منا أن نلعب هذه اللعبة، أن نكون ممثلين في مسرحية الحياة منذ البداية، ولكننا نعرف بأن لنصف الوقت، مثل ما تحدثت الأخت عن مورلي، بأن هناك لم يكن هناك أي هزيمة، هذا يسمى انتصار، لأن النجاح والانتصار لهم أبعاد مختلفة. النجاح ممكن أن يكون قصير المدى، النجاح ممكن يكون على حساب نجاح أكبر، مثل ما يقولون بأن الناس يخسرون المعارك في الحروب، وبالتالي أحياناً نرى بأن لدينا انتصار مؤقت، لدينا بعد واحد للنجاح، واحد قد يكون ناجح في كسب النقود على حساب السعادة والصحة. وبالتالي النجاح الكامل هو أن تكون نحن انتصاريين على عناصر المادة وهي تخدمنا. أي نوع من الاضطراب لن يتسبب في اضطرابي، ولكن فقط سوف يظهر سعادتي. كلما هزتني المواقف كلما كنت شعرت براحة أكثر، مثل الناس اللي في سيارة، كلما اهتزت السيارة أكثر كلما فرحوا أكثر، مثل لما ينط الطفل على السوفا وتنط السوفا يفرح الطفل. فالخلاصة هنا الروح هي الخلاصة، وإذا جئنا هذه هي كلماتي
الافتتاحية وأطلب الآن من الأخ منوج باي أن يسأل بعض الأسئلة. شكرا على هذه المقدمة الجميلة. قبل أن أبدأ لمعرفتكم في أنكم في الترجمة تستطيعون أن تضغطون على زر الترجمة التي تودونها. واليوم أضافوا المندرين والصين. ما هو تعريف النجاح حسب منظورك أنت؟ الإجابة مثل ما أشرت بأن تعريف النجاح هو أن تبقى في حالة توازن في جميع المواقف، ولا شيء يجب أن يؤدي إلى اضطراب، وهذا الاضطراب يساعدني أن أكون سعيد أكثر. وهذا يعني بأني أنا لست متأثر تماماً بكل ما يحدث سواء كان سيء أو جيد، لست منجذب لأي شيء سواء كان قصير المدى أو بعيد المدى. أنا فوق كل هذه الأشياء، وأنا بصورة أبدية دائماً في حالة محددة نسميها حالة النعيم. إذا أنا أكون في حالة النعيم طول الوقت في جميع المواقف، هذا سوف أسميه النجاح. وإذا كان هناك أي اضطراب وفجوة، عند ذلك علي أن أعمل على ذلك. تعريف جميل. السؤال التالي في براهما كوماريز، هناك مقولة تقول تتكلم عن الأفكار. أنتم تتكلمون كثيرا عن الأفكار، فكيف ممكن التفكير في النجاح يؤدي إلى نجاح؟ الإجابة أفكارنا يجب أن تكون عن النجاح. بعد ذلك أي شيء يبدأ بالفكرة، الفكرة هي أسرع أداة وأكثر أداة حادة. انظر إلى سرعة الفكرة وسرعة النور. العلم يعرف بأن سرعة النور هي الأسرع، ولكن جميع الأرواح لديهم سرعة الأفكار. إذا تعرفون قدر الوقت الذي تأخذه الأشعة لأن تأتي من الشمس إلى سطح الأرض، وما هو الوقت الذي تأخذه الفكرة حتى نفكر في الشمس، ودائما يقولون نفكر في الشيء سوف يكون هناك. وبالتالي هي جانب قوي جدا. أفكارنا يجب أن تكون أفكار نجاح. أفكارنا يجب أن تكون قوية وذات معرفة وذات محبة. أن نستخدم كلمات الله، فإن الروح إذا كانت روحانية بطريقة عامة محبة، وإذا كانت عليمة وهي واعية بالماضي والحاضر والمستقبل لكل شيء قبل أن يأتي إلى نتيجة، وقبل أن الفكرة وهذا يؤدي إلى فائدة، قوة الفائدة الآخرين، قوة نبل للعالم. وتلك الفكرة مثل هذه الأفكار سوف تترجم إلى كلمات أو خلال العيون أو خلال الوجه، وسوف تتحرك. وإذا لم تضطرب بأي شيء آخر، عند ذلك تلك الأفكار سوف تجلب النجاح وتستطيع أن تصل إلى أي مكان بدون اضطراب، وكأنها الحقنة داخل وريد. لا يمكن أحد أن يوقف الأفكار الجيدة والأفكار السامية مثل ليزر في العالم المادي. إن أي شيء يمكن أن يعمل بهذه الأفكار، والإثبات على ذلك بأنهم يقولون بأن الله قال ليكون هناك شمس وكان هناك نور. وحتى شيب بابا أعطى براما بابا موضوع اللي هو تهيئة العالم الجديد، وهذا فقط جاء عن طريق الأفكار.
وهذا تم ليس فقط مرات، تم ذلك عدة مرات. إن بابا يقول أنا أعيد ذلك، وبالتالي مثل هذه الأفكار الناجحة سوف تجلب النجاح. شكرا. عليكم أن تعرفوا بأن لدينا الدروس الروحية في الصباح تسمى مرلي، واليوم كان هذه المباركة مثل ما قال الأخ، كان هناك ثلاث أشياء: أن يكون هناك معرفة وقوة محبة، هي ثلاث جوانب التي نحتاجها للنجاح. الآن نتحرك إلى شيء آخر، هناك مقولة من الطريقة، ما هي الطريقة الصحيحة للحصول على النجاح؟ الإجابة: نعرف بأن هناك ثلاث مكونات لكل شيء، واحدة منهم الوقت والنعيم، والثانية المكان، والثالثة هي الطريقة. إذا أي واحدة من هذه الثلاث عوامل ذهب خطأ، عند ذلك النجاح سوف يتأثر. ولكن إذا كل العوامل الثلاثة مضبوطة فالنجاح يتأكد. هنا تعرفون في بارد لقد هناك بعض الطقوس، وهم يتكلمون عن غنيشا، أن غنيشا يجب أن يكون كذا، يجب أن يكون إله النجاح الذي يزيل العقبات، وهو أيضا يستخدم في الافتتاح، في أي افتتاح يسمونه افتتاح شري غنيش. ولكن الذي أود أن أقوله هو لو كان إنسان مغني جيد، أغانيه موجودة في كل مكان، ولكن إذا هذا الشخص بدأ يغني في نص النهار، في نص الليل والناس نائمين، فبالتالي هناك اضطراب، فبالتالي عامل الوقت لم يتم اتباعه. كلنا نعرف إذا كان هناك مناسبة حزينة مثل جنازة وأحد بدأ يغني، فبالتالي لا يمكن أن يستمتعوا بذلك. نفس الشيء تعرفون بأن المكان مهم جدا، إذا أنا أقوم بالشيء الصحيح في المكان الخاطئ فهذا أيضا يصبح خطأ. وتعرفون جمال العالم الجديد بأن كل شيء يحدث في الوقت المناسب، في المكان المناسب، وأيضا بالطريقة الصحيحة. وسؤالك كان عن طريقة النجاح، حتى لو كان المكان والزمن جيد، ولكن طريقة بطريقة عرضي أو طريقتي ذهبت خاطئة، سوف تجد في كثير من الأحيان في المؤسسات الكبيرة بأن هناك اتحاد العمال، والرئيس عليه أن يعمل الإدارة. يمكن ذلك الشخص يكون عنده سبب مهم للتفاعل بأي طريقة، ولكن الطريقة التي يقدم بها الموضوع أن لغته مثلاً غير مناسبة أو يصبح عنيف، عند ذلك كل الناس في الإدارة سوف يفكرون بأنهم لن يهتموا بما يقوله، وأنهم سوف يقررون ألا يقبلوا ما افترضه ومقترحه هو. نفس الطريقة أنا قابلت قاضي في قطار وقال لي سوف سأل كيف تعتمد على الشهادة الخاطئة. فنعرف من شكله أن لن ينحني أمامنا، لن يكون الشخص اللي يجي يأتي جاه شاهد صحيح يكون متواضع وما ينحني، ولكن الشخص الآخر الذي يكون في حالة شاهد خاطئ يأتي بطريقة ينحني أمامنا. فبالتالي هاي الطريقة التي نسميها proper
proper way, neither overdoing it. All these فهم نفس الشيء موضوع الاحترام إنه يكون موجود ولكن ليس بطريقة مبالغ فيها وبالتالي الطريقة التي تتم بها الأمور يجب أن تتم بالطريقة الصحيحة إذا تم أدائها بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب في المكان المناسب عند ذلك المكان سوف يتم تأكيده والتأكيد سوف يقوم التواصل مثل ما كان في العصر الذهبي الآن ما الذي يحدث في العصر الحديث اليوم كل الناس كل الأشياء هناك ولكن الآن نقول أن كل أي شيء ممكن يحدث لأي وقت في أي وقت في أي مكان هناك الكثير من التأكيد لماذا؟ لأننا لا نلاحظ لقد تخطينا كل القوانين سواء الأخلاقية أو الروحية أو الحكومية أو القوانين الطبيعية لذلك نحن وصلنا إلى هذه الحالة فإذا أردنا كل شيء يكون في مكانه ونحن نشارك في ذلك عند ذلك كل شيء كل شخص سوف يقوم بما يجب أن يقوم به لن يكون هناك معارضة ولن يكون هناك عنف السؤال التالي يقال في العالم إن العزم هو مفتاح النجاح يمكن التهذيب أيضا هل تود أن تقول شيء حول ذلك؟ أنت تقول العزم والإصرار والتهذيب لا يمكن أن يكونان فقط يلاحظون بطريقة مفاجئة العزم سوف ينمو وهو على أساس ما الذي أنا كنت أقوم به في السابق إذا لم أقوم بأي شوائب ليس لدي أفكار هدرة ليس لدي أفكار عادية الذي أقصده هنا إذا كان لديك أفكار حازمة حتى الشخص الإرهابي لديه طريقة عازمة بأن يكون عنده قنبلة ويرميها في مكان مزدحم لأن لديه عزم وإصرار بالرغم من الهدف خاطئ فلأنه عازم فإنه لن يهتم بأي شيء فقط يكون لديه شغلة مركز عليها أن يقوم بذلك وذلك تلك الفكرة العازمة سوف تجعل منه ناجحا ولكن حتى لو كان هناك هدف جيد ولكن أفكاري ضعيفة أنا شاك في نفسي ومو متأكدة سوف أنجح وأبدأ أجيب كل الأشياء كل الاحتمالات الفشل والمعارضة عند ذلك حتى لو أتحدث تلك الأفكار يجب أن تكون عازمة فإن هل تكون عازمة في هذه الحالة بابا يقول بأنكم في النهاية سوف تكون في حالة من الوعي الروحي سوف ترون كل الأرواح لنا أرواح وفي لحظة واحدة سوف تأتون إلى بارامدام هذا هو الموقف هذا هو وضع النجاح ولكن الآن يقال بأن نكون في بارامدام في ثانية واحدة ولكن هذا لا يمكن لأن لدينا الكثير من التعلق ولكن إلا لو تخلصنا من هذا التعلق وكنا في حالة عدم تعلق على سبيل المثال إذا كانت حسابات الكارما في الماضي بالروح مثلاً لا يمكن أن تكون لدي أفكار عازمة لما يكون عندي هذا الرباط شيء سوف يحدث بأن أفكاري العازمة سوف تكون ضعيفة الكثير من الناس يريدون يقول بأني لن أخذ شاي لن أشرب شاي لدي فكرة عازمة بأن الأفكار العازمة هي تؤدي إلى النجاح ولكن انظروا ما الذي يحدث الشخص يترك الشاي لفترة ولكن لأنه متعود على الشاي سوف يكون هناك صداع وذلك الشخص سوف يفكر إذن سوف أترك الشاي بالتدريج سوف أخذ مرة واحدة شاي في اليوم وبعد ذلك بسبب هناك اضطراب في الحياة وهي ليست طبيعية إذا حدث شيء أو كان تعبان وقول لا بس الآن سوف أخذ شاي هذه هي طبيعتي وبالتالي بابا قال بدون أن يكون لدينا نحن متنا من العالم القديم ونحن الآن في حياة البرامن
ولكن إلى أي مدى نحن نموت أحيان فهذا يعتمد على الإصرار على أفكارنا العازمة. حتى لو كان لديكم لحظة أفكار عازمة فهذه لن تأتي إلى نتيجة إلا لو أنا حصلت على تلك الحالة من العقل بأني أستطيع أن أستخدم صفات جديدة يكون لدي أفكار مستقبلية أو لا أتأثر بأي أفكار ماضية. كل هذه تحدد حالتنا الإصرارية. وأيضا عدم الحصول على النجاح في النهاية يتطلب حتى أكون ناجح لمدة طويلة من الزمن. خذوا على سبيل المثال الشخص الذي يلعب الكريكت والذي لعب لعدة سنوات وفي كل مواقف هو كان عنده أفكار عازمة على أن لا يهتز لأن الجانب الآخر يمكن أن يرسل أي نوع من الكرة ولكن هذا الشخص اللاعب لن يهتز لأنه قد تعدى كثير من الصعوبات في الماضي. شكراً وعلى هذه الأمثلة الجميلة عن النجاح. هناك بعض الأسئلة عن العملية عن هذا النجاح. السؤال الأول عندما أنا ناجح الناس يبدأون بأن يقومون بكل شيء يبدأون يقارنون نجاحهم معي وأيضا ينافسون فإذا يقارنون وينافسون فإذا كيف أكون بعيدا عن ذلك؟ على سبيل المثال أنا لست ناجح ولكن شخص آخر ناجح أكثر هل علي أن أقارن أو هل علي أن أنافس؟ الإجابة تعرفون بأن مبادئنا الأصلية في المعرفة أن نتجنب قال كلمة بالهندي والذي يعني أني أنا لا أرى ما يقوم به الآخرون ولا ما الذي يحدث للآخرين. إذا قمت بذلك لن أكون قادر على أن أعيش حياتي. سوف أحاول أن أنسق حياة الآخرين. والآن يقولون بأن لا يوجد سعادة ولكن يوجد سعادة سلبية. ماذا يعني سعادة سلبية؟ بأن عندما الشخص الآخر يفشل أو يعاني أو غير قادر على أن يكون مثلي سوف أستمتع بذلك. وعندما الشخص الآخر أمامي ومتقدم علي أبدأ بأن أشعر بالدونية وأني مهزوم أشعر بأني في حالة دونية والسبب ذلك هو هذا النجاح. سوف أعطيك مثال عملي. هذه الأيام أنا في شانتيفان هناك شخص يعيش هناك من 30 إلى 40 عام. مجموعة من هؤلاء الأخوة جاءوا لي وقالوا لي نحن 6 في غرفة واحدة لمدة 20 إلى 30 عام وتعرف بأننا نجد بأن هناك بنايات كبيرة بعض الناس توفوا وليس صحيح أن يبقى وضعنا مثل هذا يجب أن تقوموا بشيء من أجلنا وهذا يبدو عادل ولكن إذا ذهب بعمق ذلك قلت لهم غدا شيف بابا يأتي إلى غرفتك ويسألك ماذا تريد أنت هل تريد مبنى كامل لأجلك؟ سوف أضمن ذلك ولكن تذكر بأن ميراثك في المستقبل سوف يقل إلى ذلك المدى. هل تقبل ذلك؟ عندما أتيت كنت سعيد وقبلت بأن تبقى 6 مع بعض لأن هذا اقتصادي وأنتم تجمعون ميراثكم ولكن الآن أنتم تنظرون لشخص آخر الذي قد يكون قد يقللون من ميراثهم لأن بابا يقول بأن العصر الالتقائي سوف يكون مردود كبيرا بعد ذلك قال الأخ لا بأس أنا في حالة جيدة وبالتالي عندما تنظر الآخرين شيئا سوف يحدث إذا الشخص كان أمامك سوف تشعر بالأسى والألم
وإذا كان الشخص ما وراءك سوف تكون سعيد. ففي الحالتين نحن خاسرين. فبالتالي المعرفة تقول يجب أن لا تنظر الآخرين، لأن الجانب الآخر من ذلك كيف أستطيع أن أتجنب الناس ينتقدوني أو يكرهوني أو يحسدون تقدمي. هناك طريقة لذلك أيضا، لأنكم تعرفون بأن كلما داديز أي دادي ذهبت للخارج وعندما تأتي تتكلم عن تجربتها سوف تقول ذلك بدون إيجو، تقول بابا جعلني أقوم بذلك وأقوم بذلك. فالناس ما يحسون بغيرة أو حسد عن هذا الدادي، ولكن روح أخرى ذهبت وقالت أنا أقوم بذلك قمت بذلك. عند الناس يقولون يسألون لماذا أنا لا أذهب إلى الخارج وأقوم بهذه الأشياء. فبالتالي إذا لم يكن لدي وعي أنا وإذا بقينا متوضعين وأدوات، الغيرة سوف تموت بطريقة تلقائية. وإلا إذا كانت تصرفاتنا متعاونة ولا نبدع مسافات وبعد بين الناس ونفكر بأن الأرواح البرامن هي عائلة واحدة وهي أخواني وهم أخواني وأخواتي وليسوا آخرين، عند ذلك نستطيع أن نتغلب على هذا الجانب. شكرا جزيلا. السؤال التالي، السؤال في وحدة العناية المركزة، سؤال من طبيب: إذا أنا لست ناجح في أن أعيد حياة للمريض، أشعر بأن لا يوجد لدي تحفيز وأشعر بأن علي أن أترك وظيفتي، لأن هذا يحدث كثيرا في وحدة العناية المركزة، فكيف أتعامل مع ذلك؟ هذه الإجابة وهذا السؤال ينطبق علينا كلنا، لأننا نعرف بأن بالرغم من أفضل المجهود الذي يقوم به الطبيب أو أي شخص حتى ينقذ موقف معين عظيم مثل الإنقاذ من الموت، إذا هذا ليس بيدي، لأن الموت لشخص آخر لن يحدث بسبب هذا السبب المفاجئ الذي أود أن أعالجه، ولكنه فإذا الموت محتوم وهو معتمد على عوامل أخرى، وسبب الموت ممكن يكون أي سبب. وبالتالي الطبيب يشعر بأنه لم يستطع أن يزيل سبب الموت، وبالتالي ترك هذا الجسد، وهذا ليس صحيح. حتى بابا يقول إذا أي ابن قدم أكثر ما هو بيده فهذا كفاية، فهذا يسمى على أن الابن أدى دوره بطريقة جيدة. بابا لا يتوقع الكثير من كل شخص، مثلا لو كان هناك شخص كبير في السن وهو يحضر ولا يتكلم جيان ولا معرفة ولا يكتب، يقول بابا بأن هذا لا بأس، على الأقل أنت تحضر إلى الصف وأنت تسمع، قد لا تكون قادر على أن تحفظ كثير من النقاط. نفس الشيء من الطفل، ما الذي يتوقعه الأبناء الآباء؟ مثلا في الهند الأبناء يذهبون إلى البئر ليجلبون ماء، فالطفل الكبير يحمل إناءين والطفل الصغير يعطونا إناء صغير ليجلب الماء. وبالتالي علينا أن نرى بأننا قمنا بأفضل شيء لدينا، وبعد ذلك أنا غير مسؤول. أن أخذ ذنب للشيء أنا لست مسؤول، فهذا أيضا يجب أن نتغلب عليه. على الجانب الآخر نعطي مثال ممرضة، النرس تعالج المريض طريقة جميلة ومهنية، لذلك يدخلون الناس مستشفى لأن في المنزل لا يمكن يقوم بذلك. ولكن إذا كان المريض تم
إخراج مستشفى فالممرضة لا تعطي حلاوة ولا أنها تفرح، فهذا دور الأداء الغير متعلقة. فهذا الطبيب يجب أن عليه أن يفكر بأن أنا لست سبب الموت. الحقيقة هناك نكتة بأن هناك فورما يملأها الطبيب اسمها سبب الموت، والطبيب يوقع على هذه الاستمارة بأن الطبيب ليس سبب الموت. سؤال آخر، هناك عاطفتين آخرين أنت غطيت واحدة منهم، أن عندما الشخص يكون ناجح هناك الكثير من الإيغو التي أنت غطيتها. ثانياً الغيرة، إذا أنا ناجح الناس يغارون من إيه. فأحدهم يسأل في إذا أحد عندهم حياة روحية هل يمكن يكونوا غيورين وفي منافسة مع الآخرين، وكيف نتعامل مع ذلك؟ تعرف بأن هناك مراحل في الحياة الروحية، هاي الإجابة، وبالتدريج نفهم الحواجز الكامنة، وعندما يفهم الشخص هذا يتغلب على ذلك. مثل ما في الدراسة الدنيوية هناك صفوف وامتحانات، على سبيل المثال إذا أنا نجحت في الصف السادس وبحالة شرف أصبح في الحالة عندما يكون لا أبذل مجهود كافي، عندما أجي الصف السابع أبذل نفس المجهود للصف السادس فقد يكون هناك فشل. فإذن بالتدريج هناك سوف تكون عقبات كامنة. بابا يقول متى ما يتهاجمنا عندما يكون هناك كسل، وعندما تصبحون كسلانين سوف وتجدون بالتجربة، وعندما تكون ناجحين سوف تكون سعداء وتأخذون ذلك في رأسكم، وعند ذلك تصبحون كسالة، وهنا تهاجم الماية. فمثلا عندما الطبيب يقول لبيكي يقول لنا لا تأخذ حلاوة لأن سعادتك ما تسمح، وهذا أطاع الموضوع. ومرة هذا الشخص كان سعيد في حالة نجاح لأنه كان هناك نجاح، وبعد ذلك يطلب حلاوة ويأكل حلاوة، وبعد ذلك يدرك بأن الطبيب قال لي بأني أفوض ما أكل حلاوة، ولكن هناك عدم انتباه في هذه الحالة. وبالتالي في هذا المسار حتى آخر لحظة في حياتي يحدث الامتحان، وعلي أن أدرك كوامن هذه الأمور. والإجابة البسيطة لذلك هو التواضع. بابا قال في إحدى المرليز بأن براما بابا سمى نفسه خادم العالم، كان هناك هدف في ذلك، جميعنا خادمين. وعندما نحاول أن يكون هناك سلطة ونعيش بذلك على أني مدرس، بابا يقول بأن براما بابا كان إذا كان براما بابا خادم فإذن الآخرين أيضا خادمين في هذا المجال. فإذن العملية عملية كامنة جدا، لأن كل خلق البرامن وكل عملية الإبداع كلها تحت الأرض كامنة، لن تبدي للخارج. ولذلك الجذور للشجرة الكبيرة هي تحت الأرض، الأساس للبناية الكبيرة عميق جدا ولكن تحت الأرض ليس مرئي. وأول ما يصبح مرئي بطريقة أو بأخرى، مثل ما ترفع كوعك وهم يقولون لك لا ترفع كوعك للأعلى، وهذا يحدث عندما اليد تكسر لسبب من الأسباب، بعد ذلك أندم. وبالتالي التواضع والاحترام وأن لا نملك أي شيء، لأن
بأن ما أنجزه البرامز ليس لم يعمل من قبلهم هم أدوات فقط، ولا بابا هو الذي جعل ذلك كرن كرافنهار. فعندما يكون وعيا بأني أنا فقط أداة سوف أتجنب ذلك. السؤال التالي أنت جاوبت أوريدي، ولكن بنشوف إذا تبغى تجاوبه مرة ثانية. السؤال: أنظر إلى نجاحي، الناس يبدأون يتعلقون بي من أجل أقوم بهم خدمات بسيطة، من أجل أقوم أقدم لهم خدمات بسيطة. الإجابة: ذلك أيضا مهم. حتى ينمو النبات يجب أن نتخلص من الأعشاب، وبالتالي علينا أن نكون حذرين. أولاً أنه ليس نجاحي، تستطيع أن تشير لهم بأن النجاح الذي حصلت عليه كان نتيجة لي من الله. تستطيعون أن تحصلوا على هذا النجاح بأن تتواصلوا مع مانح النجاح، لأن بابا قال بأن الأخ لا يمنح ميراث لأخوه. هذه الأيام الأخوان يحاولون أن يسرقون الميراث من أخوانهم. التفاحة لا تستطيع أن تبذر تفاحة، ولكن البذرة ممكن أن تبذر تفاحة. فأولاً نجاحي ليس بأني أنا حصلت على ذلك. إذا أنا لم أكن برامن قد لا أنجز في ذلك الموقف، ولم أحصل على ذلك النجاح الحقيقي لكوني برامن. وبالتالي علي أن أكون مهتم إذا كان أحد قريب مني. الناس مثلا يبغون يأخذون صورة معكم، يقولون أحب أن أصور معكم. براما بابا لم يسمح لنفسه أن يصور، قال هذه صور للجسد. الآن نستطيع أن نسمح لهم. أنتم لا تعرفون من ذلك الشخص، لأي هدف يستخدم صورتك، وبالتالي كونوا مهتمين. نفس الطريقة هذه الصورة، ولكن غير ذلك أيضا الناس يحبون أن يرون أنفسهم مع شخص ناجح، مثل ما يقول أن الشخص يعرف بصحبة من لديه. وبالتالي علينا أن نهتم بالصحبة التي لدينا، يا أما أن تعطي صحبة الآخرين لأن تساعدهم لأن يبرزوا، أو أن عليك أن تتجنب ذلك. لأن في كثير من الأحيان بابا يقول بأن الناس اللي حوالينك إذا أنت لا تهتم بهم، لا تعالجهم، لا تعلمهم الحياة الروحية والتهذيبات، وعلى ذلك قد يجعلونك في الأول يجعلونك مرتاح، ولكن بعد ذلك يجعلونك sensible and sort of make sure the company we keep as it said here that sangha. ما لقيت آخر كلمة. السؤال التالي شيق جدا. الشخص يقول أنا ناجح، ولكن أنا لست روحاني، أنا لدي كل الأشياء المادية ولكني خاوي في الداخل. لماذا أشعر بأني فاضي، وكيف أتعامل مع هذا الخواء الذي بداخلي؟ النجاح هو نتيجة النجاح والسعادة. علي أن أسأل نفسي إذا كنت أريد سعادة مؤقتة أو أريد سعادة دائمة، سعادة للأبد. بطريقة واضحة اختياري سوف يكون أن يكون لدي سعادة بعيدة المدى. الآن كل الراحة المادية في العالم فقط تكون لفترة قصيرة. أولاً يكون في حياتي هذه، دائما سوف يكون هناك راحة، ولكن هناك خوف من أن أخسر هذه الراحة بالموت، وسوف يكون هناك تعلق لتلك الراحة، لأنه علي أن أعيش أكثر وأكثر حتى أستطيع أن أكون في هذه الراحة، ولكن سوف يكون دائما الخوف من الموت.
في عقلي. باختصار كل الأشياء المادية التي راح تجربة الأشياء المادية هي قصيرة المدى، وكل مكتسبات الروحية هي وكل مكتسبات الروحية هي عبارة عن دائمة هنا ولاحقا. وبالتالي لماذا الروحانية نحتاجها؟ قد يكون لديك سيارة جيدة وتشعر بالراحة، وحتى يكون عندك سائق، ولكن لو كان مالك السيارة لديه سكري، والسائق وقف السيارة في مكان معين، مكان في حلاوة، والسائق ذهب وأخذ حلاوة أمامي، إلى أي مدى سوف أشعر بأن أنا غير مرتاح وغير محظوظ؟ لأني لا أستطيع أن يكون لدي حلاوة، أن أتناول حلاوة، وبالتالي هذا موطن ضعفي الذي جعلني مرتاح أو مستاء، وعلي أن أتعامل مع هذا الضعف. أولاً الجانب الفيزيائي والمادي، وهنا سوف يظهرون لي مرة أخرى، ولكن إذا أنا نزعتهم من داخل الروح سوف أستمتع ولن أشعر بأني بالخواء تجاه ذلك. هناك سؤال آخر، إن لا أود أن أكون روحاني حتى أصبح ناجحاً، ولكن أنت تقول بأن النجاح حتى يكون هناك نجاح يجب أن يكون هناك روحانية. الإجابة أيضا بالإضافة إلى ذلك، من يستمتع بالنجاح؟ من يستمتع بالسعادة؟ أين تقع السعادة؟ إنها الروح. في النهاية أي شيء يستمتع منه الشخص أو يعاني منه، من يقوم بذلك هو الروح. بدون أن تكون روحاني حتى تستشعر، بدون أن تكون روحاني لن يكون لديك تجربة بذلك، وإلا سوف تكون سطحية. وعندما يكون مع الراحة المادية يكون هناك ميك أب، هناك مكياج، وتكون مع الناس المرموقين، وهؤلاء يكبرون في السن، ولكن كلما كبروا هؤلاء الجماعة المشاهير كلما حاولوا أن يبدو أصغر عن طريق الميك أب. وكيف حالة الأسى التي هم يشعرون بها عندما يذهب ذلك ما وراء طاقتهم؟ وبالتالي أي شيء، كل هذه الأشياء المادية تساعدنا أن نكون مرتاحين. في الحقيقة أشعر بأنك إذا كان لديك راحة روحية وصفات روحية، فعند ذلك تحتاج إلى جانب أقل من الأشياء المادية هذه. السؤال، ما هو الفرق بين النجاح والانتصار؟ الانتصار هو انتصاري عليك أن تكون فوق عدة أشياء، مثل انتصاري على الكسل وعلى الخمول، أو عندي رغبة في الأكل، أو عاداتي غير منتظمة. فبالتالي أحصل انتصار على ذلك واحدة تلو الأخرى. كل هذه الانتصارات سوف تؤدي إلى النجاح. وبالتالي نستطيع أن نقول بأن الانتصار هو داخلي والنجاح خارجي. الإجابة لا يوجد داخلي وخارجي، لكن عليك أن تنجح في عدة امتحانات حتى تحصل على الشهادة الحقيقية. فالنجاح هو الشهادة الحقيقية التي تشمل جميع الشهادات التي حصلت عليها من الانتصارات المختلفة. النجاح طويل المدى وهو نتيجة لتجميع عدة انتصارات. شكرا. فإذا النجاح هو النهاية. سؤال هنا،
أنت ذكرتني الآن بأن في الهندي نقول النجاح نجاح يسمونه سدي، وكلمة سفلت في الهندي فمعناتها فاكهة. أنت هل ممكن تشرح لنا الفرق بين النجاح وبين سفلت اللي هو فيها كلمة النجاح كلمة الثمار؟ نحن لا نبذر شجرة الفاكهة من أجل الورق، ولكن من أجل الفاكهة، هذا الذي نحتاجه. بابا أيضا يقول على سبيل المثال بأن الآن في العصر التقائي نحن نتكلم عن القوى، هناك الكثير من القوى، ولكن في مؤهلاتنا النهائية في العصر الذهبي لا يوجد كلمة القوة. بابا لا يقول جميع القوى كاملة، لأن القوى تؤدي إلى الثمار. كل هذه القوى إذا نحن قضمنا ورقة مانجو فهذه ليست المانجو، ففي الأخير هناك ثمار. كلمة سفل بالنسبة للهندي معناته أن كل أفعالنا يجب أن تجلب ثمار. إذا أفعالي لا تجلب أي ثمار فهذا يعني بأنها عديمة الثمار، وبالتالي هذه الأيام الذي يقومون به هو أن يضعون نباتات صغيرة ولديها عدة ثمار. نفس الشيء بابا يقول بأن أفكار يجب أن لا تكون هدرة وبدون ثمار، مفروض لا تكون عادية، مثل ما أنت عليك أن تأخذ شاي حار في حرارة معينة، إذا أنت أخذته تحت هذه الدرجة لن تشعر بطعمه. نفس الشيء أفكار يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية حتى تؤدي إلى أفعال مثمرة، والأفعال المثمرة يعني بأنه يجب أن يكون هناك فكرة جميلة. هناك مهني في مجال التقنيات يسأل أن في مجال التقنيات الناس يودون النجاح السريع، وبالتالي يتركون أعمالهم، يغيرون أعمالهم بين الحين والآخر، بينما في السابق الناس كانوا يتقاعدون من نفس المكان. وبالتالي في بحث عن النجاح السريع هناك فشل، هناك خسارة، فكيف نتعامل مع ذلك؟ الإجابة هناك شيء يقول طويل العمر، وهناك شيء فاني، وبالتالي علينا أن نرى إذا نحن نختار ترك الشغل بطريقة متكررة معناته أن أنا أبحث عن حزم أفضل، ولا أحد سوف يمنحني عمل ذا راتب عالي. هذه الأيام معظم المهنيين في مجال التقنيات يكونوا تعبانين لأن لا أحد يدفع لك بطريقة أفضل إلا لو كان هناك خدمة أفضل منك، فبالتالي يجب أن لا أقع في تلك المصيدة. علي أن أرى لماذا أنا أكسب النقود؟ إذا كانت حياتي التي من أجلها أنا أكسب النقود، إذا كان من أجل حياتي، إذا كانت حياتي فيها توتر وقلق وعدم تأكيد، عند ذلك لا أستطيع أن أحصل على سعادة طويلة المدى. فإذن علي أن أرى إذا كنت أريد مستوى حياة أو مستوى سعادة، وبالتالي الجانب الطويل المدى هذا أهم. حتى لو أخذنا الأكل السريع موجود، ما عليك إلا أن تأكل ذلك الطعام، ولكن تخسر كل المتعة. فإن الصباح تذهب إلى السوق،
تفكر أي فاكهة أود أن أود أي خضار أود أن أطبخها، تشتري الخضار، تأتي لديك الشعور بأن ذلك سوف يكون جزء من طعامي، وبعد ذلك في الوقت المناسب تقطع الخضروات، لأن هذا يعطيك متعة. إنه ليس اللقاء الذي يؤدي إلى سعادة، ولكن المدة هي التي تؤدي إلى السعادة. فبالتالي في هذه النجاحات السريعة هذا نخسر هذا النوع من السعادة. الآن السؤال التالي، إن الناس الناجحين لديهم عادتين، لديهم الإحسان والعطاء. هل هناك فرق بين الإحسان والعطاء؟ بالتأكيد. الإجابة دان اللي هو أعتقد الحين قاعد يقول كلمة بالهندي، إذا كان لديك فلوس كثيرة قاعد يقول كلمتين بالهندي، إذا الشخص يحتاج فقط غلاس من الماء وتعطيه جواهر فهذا لن يرضيه. فجانب أن تعطي الإنسان ما يحتاجه، والثاني أن تعطي الشخص ما هو زيادة لديك. نحن الآن نأتي قريب من الوقت ونعرف أمثلة في حياتك عندما كنت تعمل في شركة في بنجاب، ما هي تلك الأشياء التي جعلك تتبع نظام حياتي روحاني وجلبت لك النجاح؟ نود أن نعرف بعض القصص. تتبع أن سؤالك يبين كأن لما تقول اتباع الحياة الروحية عقبة تجاه النجاح، في الحقيقة اتباع الجانب الروحاني معناته طريق للنجاح. أعطيك مثال أو مثالين. الذي وجدته هو أن في المكاتب هناك ميل إلى اكتساب سمعة أو ما يسمونه بأن لدي معرفة أكثر وأن أنا حكيم أكثر، بحيث من هم أصغر منك عندما يضعون ملف أنت تحسن على ما أنت راجعته وتبعث ذلك لرئيسك، والرئيس يشعر بأن هذا الشخص قد عدل على ما وعمله الموظف البسيط. هذا تعودنا أن يكون هذا النظام السائد، ولكن بأن هذا الشخص المتقدم قد قضى وقت طويل، وهذا الشخص الموظف البسيط شعر بالإهانة لأن الشخص هذا صلح على ما عملته. فنظامي أن أنادي الموظف البسيط وأسأله ما الذي تود أن تكتبه في هذه الحالة، وأسأله ما الذي تود أن تكتبه، وأطلب منه أن يكتب ذلك. وأقوم بذلك. عند ذلك أنا أتجنب بأن أعدل على الموضوع وأخذه للجهة الأعلى، ولكن أخذ فترة قليلة وأنا أناقش مع الشخص وهو يعدل ما يود أن يعدله. وبالتالي روحانية خلتني أتغلب على جانب الإيغو بأن أنا أكثر حكمة، وأن أنا أعرف هناك الكثير من الجوانب التي هي الروحانية ساعدتنا، لأن الموضوع ليس مرتكز على من هو أعلى وأقل. جميعنا عائلة واحدة. في هذه الأيام سوف ترى كثير من المؤسسات أيضا الذين ينادون موظفينهم على أنه عائلتهم. هذا كان طريقة أنانية، ولكن كنت أقوم بها بطريقة تلقائية. السؤال، الشخص الناجح لديه أعداء أكثر من أصدقاء، هل هذا صحيح؟ الإجابة نعم، هذه الأيام هو كذلك، لأن الموقف النجاح صار أقل وأقل،
وباحثين عن هذه المواقف هم أكثر وأكثر، وبالتالي الشخص يجب أن يكون متواضع جدا جدا ويجعل أنه يشعر، يجعل عليه أن يشعر الآخرين بأن حتى نجاحي بسببكم أنتم، ويشارك النجاح معهم حتى يتحرروا من الأسى ويجعلهم من ذهنيا وروحانيا ما يحتاجونه. بطريقة أخرى أنت تشارك النجاح وتشارك ذلك مع الآخرين، وبالتالي سوف تشعر بسعيد. إذا كنت تود أن تكون سعيد ولوحدك وتشارك السعادة لوحدك، عند ذلك سوف يكون لديك أعداء مثل الداديز. هم كانوا متواضعين عن طريقة حقيقية كانوا، وبالتالي لم يكن هناك انتقاد أو عدوانية. كان يحبون يكون هناك نجاح أكثر وأكثر، وهذا الفرق بين الانتخاب والاختيار. فالاختيار أنا اخترت تلك الأرواح، وتلك الأرواح لن يكون لديها أعداء. في الحياة البرامية قد يكون هناك لا، بسبب بعض النقص قد يكون هناك بعض هذا الشعور، ولكن في جميع الأحيان إنها عائلة واحدة، وهذه الأشياء تساعد بعضهم البعض في الحصول على النتيجة والوصول للهدف، بدل من يكونوا أعداء أو معارضين لبعضهم البعض. شكرا. سوف أخذ آخر سؤال. الناس يعادلون النجاح مع أن الواحد يكون مشغول. هل ممكن أن أكون ناجح من غير أن أكون مشغول، أي أكون بسيط؟ الإجابة، بابا يقول بأن هناك جهد وهناك حب. إذا الشخص هذا يعتمد ما الذي أنت مشغول فيه. إذا أنت مشغول في أشياء صغيرة، في أهداف صغيرة، وابتعدت عن هدفك الأساسي، فهذا لا يعتبر نجاح، لأن الأشياء الصغيرة سوف تجلب نجاحات صغيرة. لكن إذا كنت مهتم للأهداف السامية العليا وأهداف أعلى وتحاول أن تحرسها، عند ذلك سوف لن يتطلب ذلك الكثير من المجهود، لأن إذا كان لديك وسيلة نقل مثل السيارة، سوف تجعل سيارات أخرى، سوف ازدحام في المرور، إشارات مرور. ولكن يكون لديك حالة الطيران، إذا كنت أنت في طيارة، مثل هذه العقبات سوف تتغلب عليها. وإذا كان لديك صاروخ، عند ذلك سوف يكون أيضا حالة كامنة، وسوف يسمى بأن جهد الانشغال لن يكون موجود. يقولون أن العقل العاطل هو عبارة عن ورشة عمل للشيطان. إذا كنت مشغول بطريقة مستحقة هذا جيد، وهذا لن يجعلك تشعر بأنك مشغول أو في جهد أو تعبان، لأن ذلك يساعدك على الحصول على النجاح، وتجد حالة كامنة ومنقحة التي سوف تزيد سرعتنا وطريقتنا. لذلك يقال بأن سنكرب سدي، أي أن أفكارنا يجب أن تكون بطريقة ممكن أن تصل إلى كل مكان وتغير أفكار وعقول الآخرين. فهذا علينا أن نكون مشغولين في هذا الشيء الدقيق، وأكبر من ذلك علينا أن نكون مشغولين في تجميع قوة الصمت. شكرا لهذه المشاركات. فكرنا في الأول الأشياء المادية تخلينا ناجحين، ولكن وضحت لنا أشياء جميلة. هذه أول مرة نجعلها أنها كلها أسئلة وإجابة. شكرا لوقتك، والآن سوف
أذهب إلى طريقة الشكر عن طريق الآخرين. أول شيء الأخ أشوك مهتا، دكتور أشوك مهتا. أم شانتي بريج موهان باي. إنها متعة أن نستمع إليك. بعد الإصغاء لك اليوم سوف ناديك الضار بلبل اليقية. أنت جاوبت الأسئلة بسرعة وبطريقة جميلة. هذا كان مريح أكثر من لو أن أنت تكلمت عن الموضوع بصورة مستمرة. أنا لم أرى هذا الجانب منك. أنا استمتعت بالمرح من جانبك، وأنا كل مرة أراك أعرف أنك سوف تقول لنا شيء مضحك. أنا افتقدت اليوم الجزء الأول لأن كنت في المرور، واليوم أنا افتقدت الجانب المرح. أنت اليوم جاد، ولكن أدركت أكثر عندما أصغيت لك بأن سؤال النجاح هو دائما هو مشكلة أكثر بالنسبة لنا المهنيين. كل منظور النجاح لنا يختلف تماما. بالتالي عندما تنظر للروحانية تتكلم عن النجاح فهذه لعبة أخرى. أحيانا أرى بأن هذه المحاضرة يجب أن تقدم إلى 5,000 طبيب أو جراح أو أمراض قلب. جميعنا نحن نطارد وراء النجاح، لا نقولها في الكلمات، ولكن أفعالنا تريد النجاح لنحصل على وظيفة أكثر وأكثر وأهداف أعلى. وبالتالي نظام مهم في نظام الاعتقاد هو أنا جئت في 1998 لليقية. بالتالي أنا لم أكن طالب بذلك لمعرفة بابا بالطريقة التي أنا عليها الآن، ولكن لازلت أعتقد بأن ممارسة ما الذي تعلمناه من بابا هذا التحدي بالنسبة لبصيرتنا. وأعتقد بأن الإصغاء لك كان تجربة جميلة بالنسبة لي. شكراً جزيلاً على مشاركة هذه الأفكار الجميلة عن النجاح وكل ما يتعلق بالنجاح. أمشنتي، أنا لم أقول أي نكتة، لكن عن الدكاترة قلت أن الدكتور كتب اسمه مكان سبب المرض. الشيء اللي أنا حصلت على واتساب، أحدهم سأل سؤال إذا شخص مات. My name is MD. MD is Michami Dukram. شنو اسمك؟ قال اسمي MD. طبعاً قال كلمات بالهندي. كل الأطباء وراها قال كلمة هندية. You're safe. You're like MS. Okay. Like your note. Anyway, yeah. So now I would request Sister Dr. الآن أطلب من Sister Claudia من فانكوفر، منسقة المركز، أن تقدم بعض كلمات الشكر. Shanti Brij Mohan Bhai, كان جميل جدا أن نسمع منك الذي أنا رأيته. كثير من النقاط التي علينا أن نتفحص أنفسنا أعطيتنا بعض النقاط الجميلة حتى نذهب إلى أعماقنا أكثر في صمت ونرى إلى أي مدى النجاح يأتي إلى حياتي وإلى أي مدى أنا أتعامل مع ذلك. هناك بعض الأفكار وأنا شاكرة لك من قلبي. أشكرك الشكر الجزيل. عفواً أختي. شكراً سيستر كلوديا. وأعتقد الأخ كان أخ إرق بغى يقول شيء بس هو كان على الشارع. وأخيراً في 5 دقائق
And sister, I know من أجل إعلانات. بعدين مناخذ درشتي من برجمهان باي في آخر خمس دقائق. شكراً شكراً جزيلاً برجمهان باي جي بعطاتنا ذلك الجانب الروحاني لندخل ننظر إلى داخلنا ونرى الطريقة الصحيحة. شكراً كانت جلسة ممكنة لنا. Opportunity to announce to all our أود أن أعلن بأن يكون عندنا الأخ في اليوبيل الفضي عن بيكون القيمة عن بعد النظر بيكون 30 أكتوبر هذه مرة ثانية مع نفس الأخ سوف نرسل الدعوة to have you with us again and really enlighten us. ونتطلع لأن تكون معنا مرة أخرى. والبرنامج التالي هو ورشة عمل حول النجاح. بعد هذه الجلسة نحن دائما نستخدم هذه التفكرات العملية حتى نقوي تلك القيمة لدينا وكيف نجعلها عملية. جعلها حقيقة في حياتنا وهذا بكون سيستر جيتري بكون هناك تمارين وبكون سيستر جيتري سوف تنضم إلينا من نيويورك سوف تتكلم عن قصتها الداخلية عن النجاح سوف تأخذنا التأمل بكون 25 سبتمبر Note our links and our next values for life series session is episode 23 on honesty. الجلسة التالية حول الأمانة. And for that we'll have another. وسوف يكون معنا brother Ken, الأخ Ken from Brazil. من البرازيل. هو منسق براما كوماريس لأمريكا اللاتينية. Saturday. وهذا سوف يكون في نهاية في الثاني من أكتوبر. 8:30 a.m. and that is 7:30 a.m. for West Coast Canada. And it is also 2nd October marks the anniversary for our leader Mahatma Gandhi. So honestly, عبارة عن الاحتفال السنوي لمهاتما غاندي. Joining links are always the same, and we have so many interpretation happening. لدينا الكثير من ترجمات حادثة في كل وقت وكل فرق قاعد يأخذ. فائدة شكرا لكونكم معنا تستطيعون يكون لديكم كل المعلومات عن هذه البرامج وأيضا الفيديوهات لهذه الجلسات في موقعنا مثل ما هو باين في الشريحة شكرا جزيلا لكل فرد وترجع الموضوع إلى الأخ منوج شكراً. والآن سوف نأخذ نظرة روحانية قوية من برجمهان باي خلال خمس دقائق التالية. Faces and open doors when everyone else seems so serene and I
Thank you, Bhai Sahib, once again so much for your time. Shukran, Akh Brij Mohan Bhai. Shanti.